بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة ثانية في كورس Configuration Manager. النهاردة هنتكلم عن الباور بلانز. لو أنت بتيجي على المكنة بتاعتك الماشين العادية مثلا، بتيجي على الكنترول بانل هتلاقي عندك باور اوبشنز. في باور اوبشنز كنت بتقدر تحدد في البلان، بتحدد في باور بلان لو الجهاز ده مثلا ايديال هطفي الشاشة بعد وقت قد ايه، وهعمل احط الكمبيوتر في السليب مثلا بعد وقت قد ايه. عندك ادفانسد اوبشنز اللي هو مثلا الهارد ديسك اللي هعمل له شوت داون بعد وقت قد ايه، مثلا الانترنت اكسبلورر الجافا سكريبت الماكس البرفورمانس بتاعها يبقى شكله ايه. انت بتحدد اللي انت عاوز الحاجه دي تكون، يعني البرفورمانس بتاع الجهاز يكون هاي برفورمانس ولا باور سيفر ولا بالانس، وبيقدر تكنترول الكلام ده. واديشنال بلانز عندك اللي هي الباور سيفر، يعني باي ديفولت انت عندك 3 بلانز. طب انت عاوز تكنترول والله الاجهزه كلها في الشركه عندك تشتغل ببلان معينه في الوقت الفلاني، وتشتغل ببلان معينه في الوقت التاني ده، يعني مثلا من 9 الصبح ل 5 بالليل ده وقت شغل، فانا عاوزهم يشتغلوا بهاي برفورمانس، وبعد كده مثلا يشتغلوا بالباور سيفر، او مثلا انا عندي البيك هاور مثلا من 10 ل 2 دول هيشتغلوا بهاي برفورمانس، وبقيت الوقت انا اشتغل بالباور سيفر، انا مش عاوز الجهاز يشتغل برفورمانس عالي. فبدل برضو ما عندي على جهاز اعمل الكلام ده بنفسي، لا، عندي الكونفيجريشن مانجر اللي هو سوليوشن عشان امانج كل الاجهزه بيوفر لي الحل ده. طب ده بيوفره ازاي؟ هاجي على الكونفيجريشن مانجر بتاعي، بخش على الديفايس كولكشنز. انت تقدر مثلا تخلي السيرفرز شغاله على الماكسيمم باور، وتشغل الكلاينتس على مثلا باور سيفر، او مثلا اكس بي تشغلهم على باور سيفر، ومش عارف ويندوز 10 تشغلهم على هاي برفورمانس. ده بيحصل ازاي؟ هاجي مثلا على الكوليشن بتاعت ويندوز 10 بتاعتي، او البروبرتيز، هتلاقي عندك باور مانجمنت. لو انت عندك سيتنجز موجوده قبل كده تقدر تعمل لها امبورت هنا. انا هقول له لا، انا عاوز اعمل سيتنجز بنفسي. البيك هاورز بتشتغل من امتى لامتى؟ ده من 9 ل 5، فدول عباره عن 8 ساعات. خلال البيك هاورز انت هتشتغل بالانسد ولا هاي برفورمانس ولا كاستمايزد ولا باور سيفر؟ لا، هقول له هاي برفورمانس. وفي النون بيك هشتغل باور سيفر. طب وريني سيتنجز كده اللي هي بتاعت الهاي برفورمانس شكلها ايه. الهاي برفورمانس اللي هنا مش هيترن اوف الديسبلاي، هيسليب لو الجهاز على باتري بعد 60 دقيقة، لو بلاك ان مش هيحصل له سليب خالص، الباسورد عن ويك اب اس مش عارف ايه. فدي السيتنجز اللي هي الديفولت بتاعت الهاي برفورمانس بتاعت الكونفيجريشن مانجر، مش هتقدر تاديت فيها. لو انت عاوز تاديت بقى، بدل ما انت مختارها هاي برفورمانس هتختارها كاستمايزد بيك، وتيجي هنا تاديت وتغير الحاجات بنفسك. فخلينا مثلا نختار الكاستمايزد بيك، ونقول بدل ما هي 20 نخليها 18، اقول له اوكي. الويك اب تايم ده لو انت الجهاز مطفي فانت عاوز تعمل له ستارت علشان تنزل ابديتس مثلا، بحيث اللي هو مثلا الاجهزه تحصل لها ستارت الساعه 3 الفجر، تنزل ابديتس وبعد كده شوت داون، بحيث الموظف لما يجي يتلاقي الجهاز اب تو ديت شغال، مش لسه هيتعطل في الستارت عشان ينستول الابديتس. هقول له اوكي. هاجي هنا على الويندوز 10 ماشين عندي، هخش على الكنترول بانل مرة تانية، هخش على الكونفيجريشن مانجر، ارن الاكشنز بتاعتي. لو جيت على الكومبوننتس هاجي تلاقي عندي في كومبوننت اسمه باور مانجمنت ايجنت، ده حالته انستولد بس مش انيبلد. ليه مش انيبلد؟ علشان في الكونفيجريشن مانجر 2012 والاعلى منه ما بقاش بيمانج او بيعملش باور مانجمنت لاي في ام، او بياخد ريبورت داتا من الفي امز عن الباور بتاعتها. وبما اني شغال على الفي امز فخلاص هو كده مش انيبلد. لو انت حبيت تعمل له كونفيجريشن فبتيجي على الكونفيجريشن مانجر، ادمنستريشن، كلاينت سيتنجز، ديفولت كلاينت سيتنجز، هتلاقي عندك باور مانجمنت سيتنجز. هتيجي هنا تقول له allow power management of devices، فكده اي ديفايس فيزيكال لو انت جيت عليه هنا هتلاقي ديت enabled. فبالتالي لما هتيجي هنا الباور اوبشنز لو كانت enabled كنت هتلاقيت هنا الباور اوبشن اللي احنا عملناها اللي هي
كونفيجريشن مانجر بين قوسين كاستم، كنت هتلاقيها هي الديفولت وار اوبشن. وكنت لو كنت دخلت على البلان سيتنجز بتاعتها ادفانسد بلان سيتنجز، هتلاقي في الهارد ديسك البلان سيتنجز بتاعتها بقت 18 دقيقة زي ما احنا كنا عاملين كونفيجريشن. كان في فيتشر او رول موجوده في الكونفيجريشن مانجر كانت اسمها اوت اوف باند مانجمنت، اللي هي كانت بتسمح لك ان انت من الكونفيجريشن مانجر تكونكت على ديفايس كانك قاعد على الجهاز ذات نفسه اوت اوف باند، بمعنى اللي هو الجهاز اصلا لسه هو بيقوم بايوس، تقدر تخش تشوف البايوس سيتنجز، مش عارف تقدر تانستول ويندوز، تقدر كانك اخد ريموت كونسول كامل من اول ما انت بتدوس باور اون لغايه ما تلوجين على الجهاز. فده كان بيسمح لك تمانج الاجهزه اللي ما عليهاش ويندوز، تمانجها حاجات من بره يعني فورسر سيت مثلا، تخش تعمل ايه سيتنجز في البايوس والكلام ده. الفيتشر دي شالت في 2016 او اللي هو الكرنت برانش، وعشان لو انت تستخدمها فانت بتروح في سوليوشن من انتل. الحكايه دي كانت بتحتاج اللي هو بروسيسور من نوع الفي برو من انتل، وكون عامل انيبل لحاجه اسمها اي ام تي ديت ديت اللي بتسمح لك تشتغل على الاجهزه ديت اوت اوف باند. مايكروسوفت لما شالت الحكايه ديت من كونفيجريشن مانجر علشان انتل بقت مقدمه سوليوشن بتقدر تمانج منه الاجهزه ديت من خلاله، فبدل ما انت تعمل انتجريت مع كونفيجريشن مانجر مع سوليوشن، لا انت ده انت عندك السوليوشن ذات نفسه من انتل تستخدمه على طول.